تأكد. هل لجنس الخيل أثر على الركوب؟ يعني الحصان الخصي هل يؤثر على 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 يعني خلنا نقول نتيجة الركوب الصحيح هل لها علاقة بنوع الحصان؟ نعم بجنس الحصان. نعم بجنس الحصان. نعم نتيجة الركوب الصحيح هل لها علاقة بجنس الحصان؟ هذا السؤال الذي أريد أن أسأله. شطة ثانية خلاص؟ تفضل. باختصار زيها زي ما قلت لك موضوع العنفوان ما العنفوان عند الفحول. الغريزة شيء وعدم التحكم شيء آخر. نعم غيس الخيل تحتر عند الفحول، غيس الأفراس أكثر خوف، غيس الفحول أقوى، غيس الخصي أهدى، ولكن هذا ليس عذر لعدم التحكم. جميل. عدم تحكم بالفرس ليس سبب أن فرس، سبب أن ركبي زي وجهي. عدم تحكم بالفحل ليس لأن الحصان فحل، سبب أن دقتي خطأ. عدم التحكم بالخصي ليس لأن خصي، لأن ركبي خطأ. شو الدليل؟ أن نفس الخصي لما أعطتك إياه زان معك، والنفس الفحل لما أعطتك إياه زان معك، والنفس الفرس لما أعطتك إياها زانت معك. فالطبيعة ليست عذر لعدم التحكم. هل الطبيعة موجودة بالفعل؟ نعم. هل بالفعل الفرس غير الحصان غير الخاص؟ لا شك فيها، لا شك فيها. زي ما قلت النقاط هذه كثير. أول شيء حديث أو يعني تاريخين يقال أن العرب بشكل عام ويقال خالد بالذات كان لا يقاتل إلا على أنثى لعدة أسباب، منها أن تدفع البول اللي تبول اللي تركض، وأنها أقل صهيل من الفحل، وأنها منطقيا في وضع الخمائن من الكمائن تبغى حصان تبغى شيء ما يسهل أسرع لك، وفي الهروب من الكمائن أسرع أحسن. في مقولة أخرى أنه كان يقاتل في المعركة بحصان، وددت أن الأشقر معي وأنهم أضعفوا في العدد يمكن في الروم، لأن الحصان يقاتل معك أصلب من الفرس، وفي الكمائن يحب الفرس لأن الفرس أحسن في النحشة تبغى تهرب أصلا في الهروب ما تبغى الخيل وراه، الحصان يحاول يعني يحاول أن يبغى الخيل أو ما يتحمس يعني. الخصي أفضل في الكمائن أنه ما يصهل. فالفكرة أن الخصي لا شك فيها إن حصل أحسن لشخص مبتدئ، أحسن في التحمل عشان النبض وغيره، لا شك فيها. لكن الخصي مكروه وما يجوز أصلا ومستقبح عند العرب. وإن هذا للشخص يركب ركوب صحيح اضطر يخصي الحصان عشان يمشي مع مضبوط، وعادة 100% من اللي يخصون الخيل عشان يتحكمون ما تحكم. هات لي حصان كان ينطلق يوم خصيته ربع عن الحصان يصهل يخصيه، يتوقع أن الحصان ينطلق مو منطلق نخصيته. الحصان اللي خصيته بالفعل تروح فحولته، بس ركوبك الخاطئ يطلع فوضى آخر، كان يحوسك عن الأفراس صار خصي صار ينطلق ما استفدت شيء. جميل. فهو ما يحل مشكلة الركوب، لا فقط يحل غريزة. فإذا كانت مشكلة الحصان في مش في في وضع مع الأفراس فقط، زي عندنا جانب الحصان موزون بس ما يبغى يحتر عند الخيل، خصا هنا هنا مقبولة، مع طبعا عندنا الفوضى أنا مقبولة بس قصدي عندهم مقبولة يعني منطقية شوي. جميل. لكن لما جيت تخصي الحصان إنه ينطلق ما هو ما علاقة بالموضوع. ولو فرضنا أنك خصيت الحصان عند الفحول بس ركوبك في الأمور الأخرى سيء بيطلع السوق. صحيح. الفرس لا شك أنها قلقة خوافة إلى آخره ما في كلام. ولكن القول بأن قلقها وخوفها السبب في عدم تحكمها ادعاء باطل، والدليل أن الفرس أسهل للخيام من أي حصان آخر بدأت في الرد. أسهل شيء عادة ترده هو الأفراس. جميل. بالنسبة للفحول لا شك طبعا تزيد بزيادة عن طرق أخرى ما في كلام. طرق أخرى الحصان مهما كان موزون لحدود، بس حتى لو جب الحصان موزون في طرق أخرى فحل، ولاحظ عدم تحكم الخيال يصل لأي درجة، ثم قلنا بش حصان مركب خطأ، يعني جيب حصان فحل مركب خطأ شوف درجته، ثم جيب فحل نفس الفحل عطى شخص يقفل ثم عطى شخص يزلق، لاحظ أن مدى التحكم تغير عند اللي يقفل ثم زاد أيضا عند اللي يزلق، فخلنا نقول 50 كان في الركوب الخاطئ ثم أصبح 70 في القفل ثم أصبح 90 في التزليق، مما يعني أن الغريزة واحدة نفس الحصان وتغير التحكم بتغير الطريقة. جميل. مما يعني أن الادعاء بأن الغريزة أو جنس الحصان أو طبع الحصان نوع الحصان سوات الحصان إلى آخره لها علاقة بعدم التحكم تصريف باطل ادعاء باطل ما له أي علاقة. درجة ممكن مرات، نتيجة لا. جميل. درجة ممكن مرات أني قصدي ممكن مثلا أنه ما تقن الطريقة أو متقن الطريقة ودرجة بسيطة فرق درجة مو مرئية لوان درجة. نعم. درجة ما نعم. ما أنا أقول لك مستحيل، ما يمكن مستحيل أصلا، مستحيل تجيب نفس الدرجة مع كل الخيل تقريبا يستحيل. صحيح. لكن النتيجة موجود ومرئي بعين المجرد. هذا يقودنا لسؤال آخر إن شاء الله تعالى.